العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين، الحدادين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد، بيكون في نفس الوقت بيشوي. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض إن أنا اتولد في طنطا 4/2/1936، كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان كلها وان ظهر دور كلها امين. ازاي الواحد يصلي بايمان غير متشكك وغير مرتاب امام الله؟ اول حاجه لازم الواحد يقول ان الايمان هو الثقه بما يرجى والايقان بامور لا ترى. ثقه في كل كلام ربنا ومواعيد ربنا، والايقان بامور لا ترى. في حاجات كتير انا اؤمن بيها ومش شايفها، انا ما بشوفش تيار الكهرباء وهو ماشي في السلك، ولكن اؤمن انه ماشي. في حاجات كتير في الكنيسه عندنا، عمل الروح القدس في الكنيسه ما بشوفش تحول القربانه الى جسد وتحول الابركه عصير الكرمة الى دم المسيح، لكن اؤمن ان ده جسد المسيح وده دم المسيح. فالواحد لما يجي يقف قدام ربنا ويصلي ويطلب بايمان، واثق ان ربنا سمعه، واثق ان ربنا قادر على كل شيء، واثق ان ربنا دايما عايز الخير دي. ساعات كتير الواحد يطلب من ربنا وربنا يستجيب ويشكر ربنا على الاستجابه بتاعت ربنا. ليه؟ لان الطلبه بتاعتي طلبه صالحه وطلبه موافقه لمشيئه ربنا. احيانا ربنا ما يستجيبش لان الطلبه اللي انا بطلبها مش موافقه لمشيئته وفيها ضرر ليا، وربنا عشان بيحبني مش ممكن هيستجيب لي. ممكن نكون مش شايف قدامي، لكن ربنا شايف الزمن، شايف المستقبل، فربنا ممكن يقول لي لا انا مش موافق على الطلبه دي عشان انا بحبك. وممكن ربنا ياجل لك الطلبه نفسها، مش دلوقتي، انا بحبك وكل حاجه وعايز لك كل حاجه حلوه، بس الطلبه دي ميعادها مش دلوقتي، ميعادها بعدين. عشان كده الكتاب بيقول بدون ايمان لا يمكن ارضاه. بدون ايمان يعني بدون ثقه في ربنا مش ممكن هرضي ربنا. معناها ان الواحد مش واثق فيه، مش واثق في قدرته، مش واثق في محبته، مش واثق انه عايز الخير ليه. ربنا عايز اللي يجيله يؤمن انه قادر على كل شيء وانه يقدر يديله اي حاجة هو عايزها. يشوع لما طلب من ربنا انه يوقف له الشمس 24 ساعة عشان يدخل الحرب، وقف له الشمس 24 ساعة، معجزة تفوق الخيال، لكن قادر على كل شيء. ربنا قادر على كل شيء. عشان كده المسيح لما قال كده أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. آمنوا أن تنالوه فيكون لكم. الإيمان بالطلبة اللي أنا بقولها ربنا هيديها لي فيكون لكم، ده وعد من ربنا لينا. آمن في الطلبة، بس لازم تكون إيه؟ صالحة موافقة لمشيئة ربنا، وربنا هو اللي بيحدد الوقت. لكن لو انا ما عنديش ثقه في ربنا يبقى بجرحه، بقول له انت ما تقدرش تعمل كده، انت انا مش واثق فيك انك تعمل كده. ده احنا بينا وبين بعض لو انا قلت لواحد انا مش واثق فيك هيزعل، يقول لك انت جرحت مشاعري، انت ازاي تقول عني كده. الحقيقه ان الواحد لو شك في قدره ربنا في طلبته، معلمنا يعقوب قال كده المرتاب مش هياخد حاجه شيء اي حاجه من ربنا. المرتاب عمره ما ياخد حاجه من ربنا. المرتاب يعني متشكك، معقول يا رب هتقدر تعمل كده؟ ايوه طبعا يعمل كده. كل ثقه وكل ايمان ان انا واقف قدام ربنا بقول له يا رب انت قادر على كل شيء، انا واثق يا رب في محبتك ليه؟ لان انا ابنك. انا واثق يا رب انك صانع الخيرات، كل حاجه بتعملها للخير، مفيش حاجة بتعملها للشر. أنا واثق يا رب إنك عمرك ما بتغلط، استحالة ربنا يغلط. أنا ممكن أغلط في قراراتي لكن ربنا لا، استحالة. أنا واثق إن ربنا أب حنين عليا، بيحبني، عايز الخير ليا. فعشان كده دايما متشكك ده دايما متذمر، بيتذمر على ربنا كل ما يقف يصلي عايز الطلبة دلوقتي. طب لو ربنا ما استجابش دلوقتي يقولك لا مش هصلي. طب ما أنت مش هتاخد. ومع ذلك صدقوني الواحد ساعات كتير ربنا حتى بدون أن نطلب ربنا بيستجيب لطلباتي اللي أنا ما طلبتهاش، لأنه هو عارف
عارف احتياجاتي وعارف ضعفاتي. فعشان كده الواحد ما يشكش أبدا في قدرة ربنا وعمل ربنا ومحبة ربنا لي. ربنا عايز خلاص نفسي في الأول والآخر، ربنا يهمه خلاص النفس، ربنا ميهموش الماديات قوي، لكن بيدهلنا برضه. لكن أهم حاجة عند ربنا خلاص نفس الإنسان، السماء، الحياة الأبدية. عشان كده في كل طلبة تصليها اطلب أولا ملكوت الله وبره وكل شيء يزاد له. دين يا رب أن أنا أكون معك في الحياة الأبدية، دين يا رب أن أنا السماء دي ما تفوتنيش. دي أهم طلبة الواحد يطلبها، وكل ما يقف يصلي يطلبها عشان ربنا يساعده أنه يدخله السماء. شوفوا مثل حلو خالص، الست اللي كانت بتنزف نازفة الدم وقالت كده في وسط الزحمة دي، لو أنا لمست ثوب المسيح أنا واثقة أنها خف. وفعلا لما راحت ولمست ثوب المسيح وهي واثقة فيه، السيد المسيح قال إيه؟ قوة خرجت مني. ليه قوة خرجت مني؟ ربنا شاف إيمانها وثقتها فيه، فالقوة خرجت فشفت هذه المرة. فعايزين كده، عايزين نقول كده، يا رب لو لمست ثوبك بس كده أنا واثق إنك تقدر تعمل معايا كل حاجة. في ثقة، ثقة فيك يا رب. ساعات الواحد بيبقى إيمانه ضعيف. الراجل عنده ابنه مريض وتعبان جدا وراح للمسيح، قال له ابني مريض، فقال له أتؤمن إن أنا شفي يعني؟ فقال له أعن ضعف إيماني، أعن ضعف إيماني. فالجميل في المسيح إن هو إيه؟ ما سابوش برضه وشفى ابنه. فالواحد لما يكون ايمانه ضعيف يقف قدام ربنا يقول له رب اعن ضعف ايماني، يديني ايمان قوي وثقه فيك قويه يا رب. ربنا يدينا كلنا يكون ايماننا قوي واثقين في عمل ربنا ومحبه ربنا لينا، عشان ربنا يهمه في الاول والاخر خلاص نفوسه. الله يريد ان الكل يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. لالهنا كل مجد وكرامنا الان كله واندهرت وكلها امين. كل مرة نقف فيها أمام المسيح لنصلي بحرارة وتوسل، تتلاقى حينئذ مشيئتنا مع مشيئته فننال رحمة، وبكثرة الصلاة وإخلاصها تتقارب المشيئتان. فلا يمكن أن يتقابل معنا المسيح أو نتعرف على مشيئته إلا بالصلاة. المسيح ينتظر صلاتنا ويترقبها. هأنذا واقف على الباب وأقرع، وهو أعلن لنا في الإنجيل أهمية وضرورة الصلاة، ملحاً أن نصلي في كل حين وباستمرار، بشرط أن لا نمل من الصلاة، لأنه في الصلاة يستطيع أن يتصل بنا ويعلن لنا مشيئته ويعطينا نعمته.